بالعودة للشأن المحلي، افتتح وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية عددا من المساجد بالمحافظة. وفي خطبة الجمعة أكد وزير الأوقاف أن قضية تنظيم النسل من المتغيرات وليست من الثوابت الشرعية، وتدخل في عمق تجديد الخطاب الديني، ولا تقاس بقدرات الأفراد منفردة غير منفصلة عن قدرة الدولة. نتابع. على مساحة 400 متر وبتكلفة تقدر ب3 ملايين جنيه، وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية وعدد من المسؤولين يفتتحون مسجد عصمة السادات عقب تجديده وسط حضور مكثف من أبناء قرية ميتا بلكوم مسقط رأس الزعيم الراحل أنور السادات. نحن في مسجد مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات. كل من قدم للوطن الوطن ينظر إليه بعين التقدير. ما جئنا اليوم مع السيد المحافظ إضافة إلى ما نقوم به أصلا في رسالتنا الطبيعية يحمل أكثر من رسالة. الرسالة بالاهتمام بالمساجد، وهذا رسالتنا الأولى، أيضا رسالة الوفاء لكل من أعطى لهذا الوطن، فالوطن لا ينسى أبناءه الأوفياء مهما تعاقبت الأجيال. وافتتاح النهاردة المسجد وتطوير مسجد المرحوم عصمة السادات بيشرفنا دايما معالي الوزير وبينورنا في المحافظه وبيلبي كل طلبات المحافظه. والنهارده عرضت عليه مشكله مسجد سيدي خميس، لبى تماما هذا الطلب، وكلم الوزاره وباذن الله سيتم العمل في مسجد سيدي خميس الاسبوع اللي جاي ان شاء الله باذن الله. طبعا المسجد ده بنشكر القائمين على هذا المسجد وعلى تطويره. ابناء السادات حرصوا على المشاركة في افتتاح المسجد الذي يحمل اسم أحد أفراد العائلة، معربين عن سعادتهم بافتتاح بيت من بيوت الله ليكون صرحا دينيا وتنويريا لأهالي القرية. هذا المبنى اتعمل بفضل من الجهود الذاتية من أهل مركز تلا والشهداء وأهل منطقة الجامع نفسه. عايز أقول لحضرتك كل الناس شاركت، جميع الأسر وأهالي منطقة ميتا بلكوم وطوخ دلكة وكل المنطقة اللي جنبنا شاركوا في هذا العمل الناجح الجميل، بيت من بيوت الله كله خد الثواب. إحلال وتجديد، بناء وتشييد، ضرب وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية في المساجد، وعلى الضرب تسير الفترة الحالية والقادمة، وكم الافتتاحات أبلغ دليل. من محافظة المنوفية، وليد هيكل، النيل.